سميتي عبير زياد، عندي 25 عام وأنا ساكنة هنا في الرباط. قبل من ماهر كنت كنقرأ في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في الرباط، كنت دايرة الهندسة القروية، ومن بعد خدمت عامين في واحد مكتب الدراسات في الرباط، كنت مهندسة الدراسات في مجال الموارد المائية. ماهر تعرفت عليها عن طريق واحد المنشور في فيسبوك، شافته الأم ديالي وهي اللي شجعتني باش أنني نتقيد. ماهر بالنسبة لي هي فرصة ذهبية اللي عطتها لي الحياة، هي عام من حياتي اللي خصصته باش أنني نتقف ونقرأ ونكتسب مهارات اللي كانوا ناقصيني وعادات اللي كنت بغى من شحال هادي نهتم بهم، واللي أخيرا عطيت الفرصة لراسي باش أنني نهتم بهم. ولكن أهم حاجة نقدر نقول هي حسيت بأن في هذا العام لأول مرة كان نتعرف على راسي وكان فهم راسي أكثر. العادة السليمة اللي اكتسبت هنا في ماهر هو أنني وليت كان قرأ كان كتب وكان ناقش يوميا، بالإضافة إلى أنني اكتشفت شي حوايج كيهموني بزاف بحال المسرح، ونميت التفكير النقدي ديالي. أنهم يديروا ماهر حيت هاد الشيء اللي عشت وهاد التغيير اللي حسيت به واللي لاحظوه المحيط ديالي ما يمكنش ليه يتفهم إلا إلى تعاش. ولكن النصيحة اللي كنت باغا نسمع قبل ما نعرف ماهر ولا قبل ما ندخل لماهر هي أنه ما خصنيش نخاف من التغيير، وأنه إلا كانت شي حاجة كتزعجني في شي موقف كيزعجني ما نخافش من التغيير ونتشجع.